اهلا بكم في ضيف الصباح. ضيفي اليوم وزير الطاقه سيد يوسف يوسفي. صباحك سعيد سيدي الفاضل. صباح الخير سيد فاضل. اذا سنتحدث في عده محاور جديده: القطاع الاستكشافات البتروليه، الغاز الصخري، الطاقات المتجدده، اسعار البترول والغاز المميع. نبدا بجديد القطاع سيد يوسف يوسفي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد رضوان على الدعوه. هذه تعطي لي فرصه لنعطي بعض نقاط على القطاع. كما تفضلت، ما هو الجديد فيما يخص الاستكشاف؟ في التسع الشهور الاولين حتى لسبتمبر اكتشفنا ما يقارب 2.5 مليار برميل مكافي للبترول، وهذا جيد. هذا يسمح لنا ربما من الآخر السنة نرفع في الاحتياطات نتاع المحروقات في البلاد. فيه جديد ثاني كذلك تم تعرفوا فيه توقيع على عقود جديدة مع شركاء، واللي هو شيء إيجابي هو اهتمام من طرف بعض شركات كبيرة خاصة بشمال البلاد، وهذا كما قلت لك شيء إيجابي. ورانا نحضروا ثاني سوناتراك تحضر نفسها باش تحفر أول بير في البحر في إن شاء الله في 2015. نعم. فيما يخص كذلك في الإنتاج، راح نسرع في تطوير الحقول ورفع الإنتاج. سنة 2014 بدينا نرفع الإنتاج مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا جديد. ورانا نحضروا في نفسنا مع تطور هذه الحقول الجديدة أن نزيد في الإنتاج نتاع الغاز الطبيعي ب 40% من الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. ونتمنى نشوف ثاني كذلك ضعف الجهود لنطلع الإنتاج، يضاعف هذا الإنتاج نتاع الغاز من 8 إلى 10 سنوات. فيما يخص اللي ما تكلمت عليه، الغاز الصخري واللي نسميها المحروقات غير التقليدية، هي فيه في الولايات المتحدة ثورة حقيقية صناعية بادرت به الولايات المتحدة، لها تأثير كثير موش غير في الولايات المتحدة فقط ولكن على المستوى العالمي. راكم تشوفوا فيما يخص البترول، ما يسمى البترول الصخري في الولايات المتحدة يرتفع كل سنة 1,300,000 برميل سنويا. هذا يأثر على الأسواق ويأثر حتى على السعر كما نشوفه فيه من بعد. ولكن ما نقدروش نتجاهل هذه الثورة التكنولوجية، بل يجب الاستعداد كيف نستعملها بفعالية. نعم سيد الوزير، ما دمنا تحدثنا عن الاستكشافات الأخيرة لشركة سوناتراك، وأنتم تدعون كذلك أن تستغلون البترول في عرض البحر، أسعار البترول انخفضت بشكل رهيب جدا في الأشهر الفارطة. هل سيؤثر على ميزانية سوناتراك وكذلك الاقتصاد الجزائري وكذلك على الاكتشافات، خدمة هذه الاكتشافات؟ شوف، فيما يخص الانخفاض فيما يخص الأسعار، أكيد الأسعار انخفضت، فيه أسباب كثيرة. نعم. من تكلمت على الانتاج نتاع الولايات المتحده، الانتاج زياده في الانتاج نتاع الولايات المتحده اكثر من زياده في الطلب العالمي. معناه فيه اليوم عدم توازن بين العرض والطلب، وهذا فيه يلعب دور في الاسعار، وكذلك فيه معطيات يعني بعض المحللين سيد يوسف يوسفي يرجعون السبب الى السعوديه، هي التي من خفضت من سعر البترول. فيه اسباب جيوسياسيه ماهوش غير في المنطقه اللي راكم تتكلموا عليها، فيه اسباب اخرى وهي راح ندرسوا هذا المشكل مع المنظمه الدول اللي تصدر البترول ان شاء الله في 27 نوفمبر. ولكن ما فيه داعي للخوف. ما فيش مراجعة لبرنامج الحكومة. وأظن هل تدخلت الجزائر كدولة مصدرة للبترول، تدخلت في انخفاض الأسعار؟ راح نتدخل، نتكلم فيما يخص الاجتماع القادم. نعم. وغدوة إن شاء الله
عندنا محادثات مع بعض معلوم نعم. مع بعض زملاء وزراء البترول نتكلموا معهم وغدوة راح نتكلم مع وزير اللي راح يزور الجزائر في هذا الشان نزيد نعاود ما فيهش خوف في هذا المجال وانا يبان لي في رايي لا يؤثر على الاكتشافات الجديده ولا يؤثر كذلك على لا ما يأثرش علينا فيما يخص الشغل نتاعنا فيما يخص الاستكشاف ولا الانتاج ولا تطور الحقول الجديده ولا في فيما يخص الطاقات المتجدده ولا شيء ويبان لي التوقف على الانين والتحصر ونسود الامور الى اخره ولكن هذا ما يخليناش يدينا مكتفين لازم نفكر كيف نسرع في تنويع الاقتصاد نتاع البلاد هذه هي الاشكاليه يعني التي تطرح هذه هي لخاطر البترول والغاز ما يدوموش والسعر قادر اليوم يطلع وغدوه قادر ينزل ولكن اللي يقعد الاساس هو تنويع الاقتصاد ونبني اقتصاد قوي ل يعني بو غارونتي لافونير نتاع البلاد ولازم لنا العمل شويه واحد يشمر على ذراعه ويخدم ما يتخوفش من هذه المشاكل تاع سعر البترول يوم طالع اليوم منخفض ولكن موش قاعد منخفض ولا الى اخره راح نقعدوا مكتفين يدينا وما نديروا ما نعملوا شيء في تنويع الاقتصاد هو من الاولويه نتاع البرنامج نتاع السيد رئيس الجمهوريه وهو البرنامج نتاع الحكومه البارح كما شفتوا فيه تدشين كثير من يعني المنشآت الجديدة فيما يخص السيارات فيما يخص البتروكيماويات فيما يخص الأسمدة هذه هي من يعني تاع التنويع تاع الاقتصاد الوطني رانا نشرعوا فيه وراحين نسرعوا فيه ولكن الحمد لله اليوم عندنا بنية تحتية هائلة فيما يخص النقل فيما يخص التعليم فيما يخص الصحة فيما يخص جميع يعني البنية التحتية نتاع البلاد جيدة وعندنا ثروات كبيرة عندنا ثروات الحمد لله عندنا زراعة عندنا صناعة عندنا يعني سياحة إلى آخره لازم نطور هذا القطاع نعم اليوم أمس معالي الوزير كنتم قد دشنتم وحدة جديدة بوهران بمرافقة الوزير الأول سيد عبد الملك سلال في زيارته التفقدية لهذه الولاية وكان دشن وحدة جي ان ال 3 ماذا ستقدم هذه جي ان ال 3؟ هي موجهة للاقتصاد الجزائري أو للإنتاج الداخلي أم للتصدير؟ لا فيما يخص هذه من أكبر مصانع لتمييع الغاز الطبيعي من أكبرها تقريبا 6 ملاير متر مكعب سنويا هذا للتصدير نعم هذا للتصدير نعم على ذكر الوحدات الغاز المميع لو نتحدث عن وحده تيغان تورين هل عادت 100% ان شاء الله في بدايه السنه سنه 2015 توصل الى 100% الحين رانا تقريب رانا نمشي في يعني هي فيه ثلث وحدات اثنين يمشيوا 100% ولكن ولو اكثر شويه من 100% في طاقة الإنتاج نتاعهم الثالثة تدخل في الإنتاج عن قريب ربما في بداية السنة نعم هل تم تأمين هذه الوحدة لأنها تعرضت لأعداء نعم نعم 100% وشركائنا الأجانب كلهم رجعوا وراهم يشتغلوا مع سوناتراك نعم نحن في فصل الشتاء ومعالي الوزير سيد يوسف يوسفي يكثر الحديث دائما عن غاز المدينة وكذلك غاز القارورة ربما مع فصل الشتاء هناك بعض المدن تعاني من ليس لديها غاز المدينة يعني تكون إشكالية نقص قارورات الغاز وكذلك هناك مدن لم تصلها حتى لحد الآن الربط بشبكة الغاز المدينة أين وصلتم إلى نسبة الإمداد إمداد المواطنين بغاز المدينة؟ وصلنا إلى حوالي 60% معناه 60% من البيوت الجزائرية عندهم الغاز طبيعي وكل سنة رانا ندخل الغاز إلى 350 ألف بيت جديد ورانا مدت تعليمات صارمة لسون الغاز لترفع هذا يعني الرقم إلى ربما 500 ألف وربما إلى إذا كان ممكن أكثر هذه هما القدرات نتاعنا كل سنة رانا نعملوا ربما نعملوا 500 ألف تدريجيا حتى نوصلوا إلى نسبة يعني كبيرة
ولكن فيما يخص الغاز القارورات ما فيش نقص. خذينا جميع يعني الإجراءات للمواطن تكون القارورة في فصل الشتاء بدون نقص وبدون مشكل، ولو خذينا إجراءات ولو ربما كما تعرفوا سقوط الثلوج إلى آخره، ونتعامل مع السلطات المحلية وخاصة رؤساء البلديات ليساعدونا في تخزين هذه القارورات قبل ما يكون فصل، يعني يكون قبل ما الشتاء وقبل ما يكون فيه مشاكل تاع الثلج وقطع الطرقات. سيكون الشتاء دافئ للمواطن إن شاء الله. للمواطن إن شاء الله. بتوفير هذه المال. نعم، ولكن فيما يخص طاقة الإنتاج نتاع القارورات كافي. كافي، ما عندناش مشكل. نعم، الجزائر تعاني معالي الوزير وزير الطاقة سيد يوسف يوسفي من تهريب المحروقات عبر الحدود سواء الغربية أو الشرقية، وهذا كذلك سبب عدم وجود المواد التي يستحقها المواطن على مستوى محطات الضخ. لا، الحكومة أخذت إجراءات صارمة وسلطات الأمنية كذلك لنحبس هذا التهريب ليخلق مشكل للاقتصاد الوطني. وفيه يعني إجراءات داخل الولايات المعنية بهذا الأمر لنشوف كيف نحارب هذه الظاهرة، وكذلك في نفس الوقت كيف نعطي للمواطنين الطاقة اللي يحتاجوها. نعم، معالي الوزير، ربما هناك إشكالية، لماذا نفطال لا تستثمر في الدول المجاورة من أجل حد من التهريب؟ مثلا موجودة شركات في مثلا تونس، موجود شركة فرنسية هي المسؤولة على المحطات. هي شركة اقتصادية وتجارية، إذا عندها فايدة باش تروح تستثمر، ما احنا ما نمنعوهاش، ولكن هم اللي ياخذوا القرار. إذا عندهم فايدة يروحوا يستثمروا خارج البلاد، هذه من صلاحيتهم. نعم، بالنسبة للاستثمار سواء خارج البلاد، فيه استثمار، فيه خاصة في الاستكشاف وفي كثير من الدول، وتمشي الأمور. نعم، نتحول إلى كنتم قد قلتم مع في المجلس الوزاري الأخير أن الجزائر ستراهن في الخماسي الحالي على رفع إنتاجها من الطاقة الكهربائية، وهناك عدة مشاريع كبرى من أجل الحد من الانقطاعات وكذلك الحد من الاضطرابات التي تحدث في فصل الصيف خاصة عند الإخوانات الجنوب. أولا ما كانش فيها انقطاع في الصيف الماضي فيما يخص يسميه ديليستاج. الإنتاج كان كافي. كان كافي، ولكن رانا رفعنا الإنتاج نتاع الكهرباء السنوات الماضية، ومازلنا كل سنة رانا نصنع تقريب 2000 ميجاوات جديدة لي يعني نغطي الاحتياجات نتاع البلاد. ورانا نوسع كذلك في شبكة النقل، ورانا نحسن تدريجيا فيما يخص التوزيع ونوعية الخدمة. صح كذلك فيه مشاكل فيما يخص التوزيع، كذلك في بعض أحياء كما تعرفوا آلاف من المحولات اللي تعمل فيهم صنع الغاز لتحسين هذا التوزيع والخدمات، ولكن فيه، ولكن لما يكون فيه انقطاع اللي هي بان في دون ان كارتيه ولا في عند واحد مواطن، ما معناش باللي الانتاج نتاع الطاقه يعني ما يكفيش. لا، بالعكس، فيه كذلك تحديث فيما يخص الطاقة المتجددة. عندنا الحين برنامج نتاع 20 محطة تاع الطاقة الشمسية اللي راح تدخل في الإنتاج إن شاء الله في الأشهر القادمة قبل الصيف الجاي. وكذلك فيه تصنيع التجهيزات نتاع الصناعة الكهربائية، كما تعرفوا فيه مشروع كبير في عين ياقوت مع أكبر شركة عالمية فيما يخص الطاقة وهي جنرال إلكتريك الأمريكية، لنصنع توربينات غازية في الجزائر. والمشروع بدأ إن شاء الله، يعني المنتوج الجديد يخرج في 2017. نعم، معالي الوزير، بالنسبة لشركة سوانتراك كيف تساهم في التنمية؟ نعرف أن هناك شركات عالمية تتكفل بالتنمية في بلدانها، مثلا هي من تقوم ببناء فنادق، هي من تقوم وتعود بالخدمة حتى على موظفيها، الفنادق، الخدمات. هل في إمكانية أن سوانتراك
تكون تأسس مشاريع لموظفيها وكذلك للمواطن. تعمل كثير سونا تراك فيما يخص الموظفين تاعها، تعمل كثير فيما يخص الجانب الاجتماعي كثير، ولكن اذا في الاولويه تاع سونا تراك هي انتاج المحروقات، وكذلك هذا شيء جديد في انتاج تجهيزات لتدخل في الصناعه تاع البترول ونتاع الغاز. هذه هي الاولويه تاع سونا الغاز ولكن تاع سونا تراك، ولكن اذا فيه اشياء جديده تدرسها. وفيما يخص سونا تراك ثاني الاولويه نتاعها، الاولويه نتاعها هي التكوين. تعرفوا كما تعرفوا فيه مسابقه لانطلاق من 15 نوفمبر لتوظيف 5000 تقني سامي و 3000 مهندس مختص. هذه السنه هذه راح تكون فيه مسابقه 8000 يعني مختص، وكل سنه راح نزيد لخاطر نحتاج اكثر من الموارد البشريه. نعم، يعني انتم تزيدوا في عدد الموظفين مع زياده موش عدد الموظفين. نعم. ومع المشاريع الجديده. اذا كذلك اذا مشينا واذا نجحنا في هذه المحروقات الغير تقليديه نحتاج عشرات من الالاف نتاع المختصين، ولازم نبداو نكونهم من اليوم. نعم. معالي الوزير، لو نتحدث كذلك عن إمكانية استثمار الشباب في مجال المحروقات أو الطاقة المتجددة، هل هناك إمكانية؟ مرحبا بهم، مرحبا بهم، نقدر نكونهم فيما يخص الطاقات المتجددة ولا نكونهم، رانا نكونوا في الناس، نكونوا في الناس. نعطي مثال نتاع لاسوديو نتاع التلحيم، رانا نكونوا فيهم، يدير اسمه يدير مؤسسة لي في هذا المجال ولا في الخدمات نعاونهم. يخاف التسويق دائما الشاب يقول لك ربما ندير ومع ذلك ما يشربش عليا، ولا تكون هناك اتفاقيات مع المؤسسات؟ لا لازم يعري على درعيه ويخدم. تسمع في لازم يخدم ويعرق ويمشي ويقدم الخدمات اللازمه باش ينجح. نعم. معالي الوزير، ربما نتحدث عن مداخيل شركة سونا تراك. علاش تحوس على المداخيل تاع سونا تراك؟ إذا ممكن. لا المداخيل نتاعها هايلة، المداخيل جاية من السوق الداخلي. نعم. وجاء كذلك من التصدير. نعم. من التصدير، تتكلم على التصدير ولا على المدخول نتاعها؟ مداخيل ما نصدر يعني. ما نصدر. لا ربما على حساب مربوطه باسعار البترول، ولكن السنه ان شاء الله نوصل الى 60 مليار دولار، ولكن في يعني مرتبط بالاسعار تاع البترول. نعم. هل ولكن في ما فيهش تخوف الكافي للميزانية تاع الدولة وكافي للبنك الجزائري. البنك الجزائري. نعم. معالي الوزير، في سؤال أخير، هل سونا تراك حاليا قادرة على تطوير الموارد البشرية التي بحوزتها وكذلك تجديد الهياكل؟ هناك الأمر، عفوا، التكنولوجيا دائما تخلق اشياء جديده. هل سونا تراك الان تجدد في هياكلها وتطور؟ نعم. نعم، اولا فيه الاف من الموظفين تاع سونا تراك اللي راهم يتكونون يوميا. يوميا عندها معاهد، عندها معاهد عنده في 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 وهران تاع التكوين. الموظفين راح نقول لك الموظفين كامل تاع سونا تراك يمشيوا لهذه المراكز اللي يتكونوا، وكما قلت لك من قبل فيه 8000 مختص اللي راح تكونهم سونا تراك بدايه من 2015، وتعمل هذا الشيء هذا في كل سنه، وعندها مخابر كاين في بومرداس مخبر كبير نتاع سونا تراك للتكنولوجيات الجديده، وخاصه فيما يخص المحروقات الغير تقليديه اللي راح نعملوا مجهود كبير. يوسفي وزير الطاقة، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وستبقى معنا إلى غاية بدء النشرة المقبلة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات زملائي من خلف العارضة التقنية، زملائنا من إذاعة النت، ولمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقعنا www.radioalgerie.com. أطيب المنى وإلى اللقاء.